مساء الخير عليكم، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من عرب جود، اهم اخر الاخبار الفنيه والحصريه. ازيك يا ايه؟ ازيك يا فاروق، عامل ايه؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. مساء الخير على اجمل مشاهدين عرب جود في كل مكان. حلقتنا النهارده هتكون مميزه وهيكون فيها لقاء مع نجم كلكم بتحبوه، استنوا معانا لاخر الحلقه. كل المشاهدين طبعا بنفكركم تتابعونا على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر، ونبدا بالهايلايتس. تامر حسني يتعرض لموقف محرج امام زوجته. انطونيو بانديراس يؤكد انه يفتقد عمر الشريف. محمد رمضان في حوار حصري مع ربوت. اسباب رفض ادوارد العمل مع محمد عادل امام. حاله انفصال جورج وسوف عن زوجته. سمير غانم يعترف بزواجه من فتاه صوماليه. كل سنه وانتم طيبين. احتفلنا من ايام براس السنه الهجريه العام 1437 هجريا. كل سنه طيب يا كل سنه طيب يا فاروق. طبعا كل سنه وانتم طيبين كل مشاهدين عرب جود في كل مكان. وطبعا الاغاني الدينيه مرتبطه معانا دايما بالمناسبات الدينيه زي المولد النبوي، رمضان، موسم الحج، الاسراء والمعراج، وراس السنه الهجريه. ومن اشهر الاغاني بقى الدينيه زمان كانت مرتبطه بافلام زي فيلم رابعه العدويه، واللي بيعتبر اول ظهور للفنانه نبيلة عبيد، لكن كل الاغاني كانت بصوت كوكب الشرق ام كلثوم. مشاركه ام كلثوم بصوتها في الفيلم ساعد على نجاحه، وخصوصا ان بطلته كانت وجه جديد. اغنيه حانه الاقدار وعرفت الهوى والرضا والنور وغيرها من اغاني فيلم رابعه العدويه بتعتبر من اشهر الاغاني الدينيه اللي بنسمعها في الاحتفالات الدينيه. زي ما اغاني فيلم رابعه العدويه بصوت ام كلثوم ساعدت على نجاح الفيلم، كمان اغاني فيلم الشيماء بصوت سعاد محمد ساعدت على نجاح الفيلم. فيلم الشيماء تم انتاجه سنه 72 وكان ببطولته سميره احمد واحمد مظهر وامينه رزق، وهو كان من اخراج حسام الدين مصطفى. ومش اغاني فيلم الشيماء بس هي اللي مرتبطه معانا بالمناسبات الدينيه، لكن الفيلم كله من اهم مظاهر الاحتفال باي مناسبه دينيه. كم ناشد المختار الفنانة ياسمين الخيام من أكثر المطربات اللي ارتبطت مع المشاهدين بالمناسبات الدينية، وده بسبب تاريخها في الأغاني الدينية. ومن أشهر أغانيها هي أغنية محمد يا رسول الله وسلام الله يا طه وأمتك يا محمد تستحق الشفاعة. بصلي عليك في صلواتي وسلم في تحياتي يا تاج راسي ونك راسي يا تاج راسي ونك راسي يا سيدي الفنان محمد ثروت. معودنا من فترة طويلة انه يقدم حفلة على مسرح كبير بدار الاوبرا المصرية كل سنة للاحتفال برأس السنة الهجرية. وبقى محمد ثروت واغانيه الدينية من اهم مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية، وكمان بيشارك بحفلات في اكتر من مناسبة دينية زي المولد النبوي والاسراء والمعراج. الشكر علينا لله داعي.
مرحبا يا خير دا سامي يوسف من أهم وأشهر المطربين اللي ساعد على انتشار الأغنية الدينية بشكلها الجديد في فترة من الفترات، وده كمان يحقق نجاح كبير جدا وحقق شهرة في كل الدول الإسلامية. سامي يوسف بدأ مشواره مع الأغاني الدينية في 2003 من خلال ألبومه الأول المعلم، واللي كان سبب شهرته في العالم، وبعدها قدم 6 ألبومات كان آخرها ألبوم أغاني الطريق في 2015. الله the almighty الله الله protect me and guide me الله الله to your love and mercy الله الله يا الله don't deprive me الله الله from beholding your beauty الله الله oh my lord accept this plea الله الله ربي جنة الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله. ماهر زين من المطربين اللي مشوا على خطى سامي يوسف، وده كمان برضو حقق نفس شهرته من خلال الاغاني الدينيه اللي بتقدم بشكل مختلف وباكتر من لغه. ماهر زين مطرب سويدي من اصل لبناني، قدم الاغنيه الدينيه بشكل جديد، ومن اكتر الاغاني اللي ساعدت على شهرته هي اغنيه ان شاء الله، ده غير مجموعه تانية من الاغاني زي اغنيه محمد ورمضان ومولاي ويا نبي سلام عليك. انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك صلوات الله عليك. مشاري بن راشد العفاسي إمام المسجد الكبير بدولة الكويت، وخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ومعروف عنه إنه قارئ للقرآن الكريم أو منشد ديني. مشاري العفاسي قدر في الفترة اللي فاتت إنه يقدم لنا مجموعة من الأغاني الدينية اللي حققت له شهرة أكبر وعرفته على الناس بشكل مختلف. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. عدد كبير من الفنانين قدم ألبومات دينية، ويمكن من أشهرهم المطربة أنغام، واللي قدمت ألبوم حكايات محمدية سنة 2010. الألبوم كان مختلف لأنه كان بيتكلم عن 10 شخصيات نسائية أثرت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم السيدة عائشة والسيدة صفية وأم أيمن. أعوذ بالواحد من عين حسود حاس ومن الشيطان بريء لما تولد ساد أنا ابني طفل يتيم لكن رحيم وعظيم صلوا على محمد أفضل صلاة وتسليم. في 2002 فاجأ الكينج محمد منير جمهور بألبوم دين بعنوان الأرض والسلام، وحصل على جائزة السلام من قناة CNN عن الألبوم.
الالبوم ما حققش النجاح المتوقع اللي دايما بتحققها البومات منير، يمكن ده راجع لان كان لون غريب على منير، وقدم منير من خلال الالبوم عدد من الاغاني الدينيه الصوفيه. يا حد يرفع ويحس الثرى، ايداتي بتقرب عين اهل الصفاء، وبلغ سلامي لجيرانها، لكل كان رب السماء مسعفا. المطرب اللبناني وائل جسار من أكتر المطربين اللي قدموا ألبومات دينية وارتبط اسمه أغانيه في المناسبات الدينية المختلفة. وائل قدم أربع ألبومات دينية، هي في حضرة المحبوب واحد واثنين، ونبينا الزين، وربعيات في حب الله. قلبك حنين يا نبي، وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. الأغاني موجودة في كل المناسبات، سواء كانت مناسبات وطنية أو اجتماعية أو كمان عاطفية، وأكيد دورها واضح جدا في المناسبات الدينية. صح يا فاروق، وفي النهاية طبعا بتمنى لك وبنتمنى لكل المشاهدين سنة هجرية سعيدة عليكم وعلى كل الأمة العربية والإسلامية في كل مكان. آخر أخبار مسلسل مي عز الدين الجديد معنا بعد شوية. بيواصل المخرج هادي الباجوري ترشيح واختيار فريق عمل الفيلم الجديد المأخوذ عن رواية هيبتا الشهيرة للكاتب محمد صادق. والفيلم هيحمل نفس الاسم الرواية، وهيكون من بطولة النجم هاني سلامة، ومن سيناريو وحوار وائل حمدي، ولسه ما تمش الاستقرار على الميعاد النهائي لبداية التصوير. النجمة التركية برجوزار قالت قررت عدم الدخول في أي أعمال فنية جديدة، والتركيز على شغلها الخاص بالاستثمار. وقرر كمان نجمة مسلسل القبضاي شراء مجموعة من العمارات القديمة وإعادة ترميمها بشكل مميز يجذب السياح إنهم يزوروها، وده بعد نجاح مشروع المقهى اللي افتتحته من شهور. النجم الأسباني الكبير أنطونيو بانديراس كان موجود في دبي الأسبوع اللي فات خلال مؤتمر شبكة فضائية لإعلان خريطتها الجديدة، وكان حريص إنه يتكلم عن صديقه الفنان الراحل عمر الشريف. وقال بانديراس في المؤتمر إنه بيفتقد عمر الشريف جدا بشكل كبير، وحزين جدا على فراقه، وقال كمان إنه عرف تفاصيل كتيرة جدا عن السينما المصرية عن طريقه. النجمة التركية سيداتس انتقلت للمستشفى في اسطنبول بعد إصابات شديدة في وشها خلال تصوير مسلسلها الجديد. واتصابت كمان نجمة مسلسل فريحة بعد تحطم لوح من الزجاج وهي بتصور أحد المشاهد، ومن المقرر رجوعها لتصوير المسلسل خلال أيام قليلة. المخرج إبراهيم فخر مشغول حاليا بترشيح واختيار فريق عمل المسلسل الجديد وعد، قال من بطولة النجمة مي عز الدين، ومن المقرر البدء في تصوير أحداث المسلسل في يناير اللي جاي بعد الاستقرار على باقي فريق العمل. بدأ الفنان هشام إسماعيل تصوير أول مشاهد الفيلم الجديد دعدوش، واللي بتدور أحداثه بشكل ساخر جدا عن تنظيم داعش الإرهابي، وبيشارك في بطولة الفيلم كريم أبو زيد ومريهان حسين ومها أحمد وأمير صلاح الدين، وهو من تأليف سهر الأسيوطي ومن إخراج تامر بسيوني. اعتذر الفنان إدوارد عن المشاركة في الفيلم الجديد للفنان محمد عادل إمام لانشغال تقديم أحد البرامج. إدوارد قال إنه هيكون مشغول في البرنامج لمدة 3 شهور، وهيتنقل ما بين مصر ولبنان، وده يخلي فيه صعوبة كبيرة جدا في تصوير أي عمل سينمائي في الفترة الحالية. بدأت الفنانة اللبنانية داليدا خليل تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد أمير الليل بعد اختيارها بدلا من الفنانة ستيفاني صليبا. المسلسل بيقوم ببطولته الفنان رامي عياش في أول تجربة في الدراما التلفزيونية، وهو من تأليف منى طايع ومن إخراج فادي حداد. النجمة هالي ستينفيلد مكملة في موضوع التحول. مؤخرا بدأ تصوير فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them في إنجلترا، وهو مأخوذ عن أفلام هاري بوتر. والفيلم الجديد من إخراج ديفيد ياتس، والأخرج آخر أربع أفلام في سلسلة أفلام هاري بوتر. الفيلم من تأليف جي كي رولينج، وبيلعب البطولة فيه نجم الأوسكار إيدي ريدماين في دور نيويتس كاماندر، أبرز علماء عالم السحر، وخلال رحلته بيتوقف في نيويورك للبحث ودراسة كائنات سحرية. المفروض إن الفيلم ينزل في السينمات في نوفمبر 2016، ومؤلفة الفيلم رولينج مشغولة في نفس الوقت بالتحضير لمسرحية غنائية بعنوان هاري بوتر أند ذا كيرست تشايلد.
المسرحية بقى هتحكي عن جوانب جديدة ما اتحكتش قبل كده عن حياة هاري بوتر، وهتعرض في لندن السنة اللي جاية، وغالبا مش هيلعب دانيال راتكليف دور البطولة فيه لأنه مشغول بخمس أفلام جاي تحضرهم. هالي ستينفيلد واضح انها مكمله في موضوع التحول من ممثله لمغنيه بعد ما طرحت اول كليب غنائي ليها بعنوان Love Myself. الغريب ان دورها في فيلم Pitch Perfect 2 هو اللي مهد ليها الطريق في عالم الغناء لما غنت Flash Light كجزء من الساوند تراك للفيلم. احتمال ان اغنيه Love Myself تكون ضمن البوم هالي ستينفيلد الاول، لكن مفيش اي حاجه معلنه عنه بشكل رسمي لحد دلوقتي. النجوم مارجوت روبي وويل سميث عملت تاتو خاص بفيلم سويسايد سكواد، واللي بيلعبوا بطولته ويظهر ان كل الكرو عمل نفس التاتو لكلمه سكواد، وده باين من الصوره اللي بيشيروها نجوم الفيلم زي جويل كينمان وجاي كورتني. ونشرت النجمه الجميله مارجوت صور ليها بالتاتو وكمان بملابس شخصيتها في الفيلم هارلي كوين، وحتى مخرج الفيلم ديفيد اير نشر لقطات ليها عامل فيها تاتو هارليز تاتو بارلور، وواضح ان العدوى منتشره جدا بفريق الفيلم كله. اما اير فاشعل حماس الجمهور لما نشر صوره ليه من موقع التصوير وكان ظاهر فيها سكريبت الفيلم وعليه لوجو اركام اسايلم. بس بجد يا فاروق ايه حكايه التاتو ده؟ هقول لك انا ايه سر التاتو ده. ده لوجو السجن معروف لمحبي الكوميكس بيرمز للمكان اللي بتتحبس فيه الاشرار، والصور دي معناها ان السجن هيظهر في الفيلم. النجم رامز جلال رد على كل اللي بينتحر شخصيته بشكل عملي جدا، هنعرف ازاي بعد شويه. نشر المطرب اللبناني فارس كرم صوره ليه على حسابه على الانستجرام بتجمعه بنجم نادي ريال مدريد الاسباني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتب فارس كرم على الصوره وقال صدفه وجمعتنا. والمعروف كمان ان كريستيانو موجود في مدينه مراكش المغربيه عشان يقضي اجازه خاصه بيه مع مجموعه من اصحابه، اما فارس فكان موجود في المغرب عشان يحيي حفل غنائي في مراكش. نشرت الفنانة أصالة صورة ليها على الانستجرام بتجمعها مع جوزها المخرج الكبير طارق العريان، وعبرت له فيها عن سعادتها معاه ودعت ربنا أنه يطول في عمره، وكانت التعليقات من الجمهور كتيرة جدا اتمنوا فيها لأصالة دوام السعادة مع زوجها. نشرت الفنانة نيلي كريم على حسابها على الفيسبوك صورة للكاتب الصحفي والإعلامي إسلام بحيري بتعلن فيها عن تضامنها معاه، وكمان كتبت نيلي في تعليقها على الصورة وقالت متضامنين مع إسلام بحيري من أجل الإنسانية ومن أجل كمان تحسين سلطة الدين اللي شاورها دواعش السلفيين، معاك يا بطل النهاية ووطن في البراءة. نشرت الفنانة اللبنانية شيراز صورة على حسابها على الفيسبوك لسوريا وفلسطين، وسألت الناس إيه رأيكم في اللي بيحصل في سوريا وفلسطين. التفاعل كان كبير جدا من جمهور شيراز، وبعضهم طلبوها إنها تعمل حفلة في سوريا عشان ترد على اللي بيحصل بشكل عملي. نشرت النجمة سلافة وخارجي صور ليها على حسابها على الانستجرام مع زوجها الفنان وائل رمضان وأولادها وأهلها من حفل افتتاح فيلم رسالة كارز في دمشق، واللي قامت بإخراجه في أول تجربها الإخراجية. سلافة عبرت عن سعادتها بالصور وبالفيلم، وقالت كمان إن تعتبر دول أغلى حاجة في حياتها. قرر الفنان رامز جلال دخول عالم مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما انتحل البعض شخصيته وطلعوا اكتر من حساب مزيف باسمه، واعلن رامز جلال انه عمل حسابات خاصه بيه على مواقع السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر عشان يكون على تواصل مستمر مع جمهوره العربي. نشرت الفنانه امينه على الفيسبوك اول صوره لمولودها الجديد وكانت في غرفه العمليات، وقررت الفنانه امينه انها تطلق على مولودها الجديد اسم عمر. عمر هو الطفل الثاني لأمينة من جوز رجل الأعمال علاء شبلو. النجمة سيرين عبد النور بتحضر مفاجأة غنائية لجمهورها، هنعرفها بعد شوية. بدأت النجمة هيفاء وهبي تسجيل أغاني ألبومها الجديد، وقالت كمان إنه هيكون مفاجأة كبيرة جدا لكل جمهورها، وبتتعاون هيفاء في الألبوم مع مجموعة كبيرة من المؤلفين والملحنين من مصر ولبنان، والألبوم تحت إشراف هيدي شرارة. ماريتا الحلاني نجلة النجم عاصي الحلاني أول فيديو كليب ليها بعنوان جو، وأكدت ماريتا إنها اختارت تقديم أغنية باللغة الإنجليزية عشان يكون ليها لون مميز في بدايتها،
واستبعدت انها تقدم ليه ومع والدها في الفترة اللي جاية. طرحت المطربة المغربية دنيا بطمة برومو الأحدث كليباتها الجديدة بعنوان المغرب مغربنا، ويتم تحقيق كليب بكامل خلال الأيام اللي جاية. الأغنية من كلمات محمد الإدريسي ومن ألحان محمد الرفاعي ومن إخراج محمد الشلبي. بدأت الفنانة سيرين عبد النور في التحضيرات النهائية لألبومها الغنائي الجديد واللي هتطرحه في الأسواق مع بداية السنة الجديدة. وقررت سيرين استئناف العمل على الألبوم بعد فترة طويلة من التوقف، وبدأت في تسجيل أكثر من أغنية من أغاني الألبوم. حط النقطة حروف، شوف اللي بدك شوف، هدد بنسياني، عمل لي أنا زرعني جروح، حب الجسم والروح، عندك حدا تاني خدمني ولا عنده روح، عادي ولا تهدد بقى وتقلي صعب نلتقى، انت حياتي حارقة، شو همي تكوين البعض. وصل المطرب عبد الفتاح الجريني للقاهرة لوضع اللمسات النهائية على ألبوم الغناء الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة اللي جاية. وسجل جريني مجموعة من الأغاني في الإمارات خلال الأسابيع اللي فاتت، لكن عملية مكساج الألبوم هتكون في القاهرة. لو بس النية تصفى وروحك تبقى حلوة واللي عليك تعمله هتلاقي الدنيا أدفى وطريقك خطوة خطوة قادر تكمله. لو بس النجم جورج وسوف بيرفض يعلق على خبر طلاقه من زوجته، يا ترى ليه؟ خليكم معانا وتعرفوا كل التفاصيل. تعرض الفنان تامر حسني لموقف محرج من واحدة من معجباته في حفل الزفاف المنتج محمد حامد، واللي حصل ان في الوقت اللي طلع فيه تامر حسني يغني اغنية للعريس والعروسة طلعت واحدة من معجباته وفضلت تبوس فيه قدام الناس كلها وطبعا قدام مراته، وده طبعا سبب له احراج كبير جدا، وانتشر الفيديو اللي حصل فيه الموقف ده على مواقع التواصل الاجتماعي. اتعرضت المطربة الشعبية بوسي لانتقادات وسخرية كبيرة بسبب زورها في حفل جواز سلمى بنت الإعلامي عادل حمودة، وهي في مظهر اعتبر الخبثاء مش لايق عليها ومش حلو بالمرة. وزي ما اتقال في الفرح اتكلمت بعض الفنانات على بوسي وقالوا ايه المكياج الغريب والحواجب الأوفر والفستان اللي ملوش لازمة اللي بوسي لابساه ده. بوسي رفضت التعليق على الموقف كله وبركت العروسين ومشيت بسرعة. فجر الفنان سمير غانم مفاجأة غريبة وقال ان اتجوز وهو صغير من واحدة صومالية كانت معجبة بيه وبتحضر له كل مسرحياته،
وقال انه اتجوزها في بدايه مشواره الفني لمده سنه واحده بس، وقال كمان ان والدته كانت بتحبها جدا بس ما كملش معاها بسبب النصيب واختلاف الطباع بينهم. وكشف انه اتجوزها لما كان عضو في فرقه ثلاثي اضواء المسرح، وان اللي شجعه على الجوازه دي هو صديقه الراحل الفنان الضيف احمد. رغم الإشاعات اللي انتشرت في الفترة الأخيرة واللي أكدت أن النجم جورج وسوف انفصل عن زوجته الجديدة ندى زيدان، إلا أن الفنان جورج وسوف رفض أنه يرد على كل الإشاعات دي، ورفض حتى أنه ينفي الخبر أو يأكده. وقال جورج أن حياته الأسرية هو شأن عائلي بيرفض الحديث عنه. من ناحية تانية ردت ندى على الإشاعات دي بتعليق كتبته على الفيسبوك، وقالت أن ربنا رزقهم بمولودة جديدة سموها عيون جورج وسوف، وأنها بتشكر كل اللي بارك لها على طفلتها. بعد شوية هيكون معانا لقاءات حصرية مع نجوم مسرحية رئيس جمهورية نفسه، استنونا. بمبادرة من البيت الفني للمسرح أعيد عرض مسرحية رئيس جمهورية نفسه للنجم محمد رمضان بعد ما حققت نجاح كبير جدا ووصلت إيراداتها لأرقام قياسية. كما يرى بود راحة مسرح بينهم التونسي في اسكندرية واللي بيتعرض عليه المسرحية وقبل كمان نجومها، وكان منهم مخرج المسرحية سامح بسيوني واللي كلمنا في البداية عن المسرحية وعن النجاح الكبير والإيرادات اللي حققتها. لو تعرفي أنا عملت إيه عشان أبقى الغدا، عملت انقلاب في جدول المدرسة، نقلت زينة مكان فريدة، وفريدة مكان محاسن، ومحاسن مكان جليلة، وجاري على موقف التاكسيات. الواد المنادي شافني من بعيد صوته لعلع، مصر واحد مصر واحد، وتركب التاكسي من هنا ما تلاقيش ولا راجل. بس بصراحة السواق كان جدع، خد السكة بساحة. يا بنت مش ببقى مركز في ان النجاح والايرادات والحاجات دي، انا ببقى مركز في المشروع اللي انا بعمله، يعني ان انا ابقى عايز ادرس المشروع كويس عفوا ادرس المشروع كويس عشان اقدم حاجه انا حابب انها توصل للناس. فانا كنت الاول يعني الدخان ميخائيل رومان دي نص من روائع المسرح العالمي، ونص انا كان نفسي اقدمه بشكل كويس يعني ومختلف، لانه بيعالج فكره الادمان، وهو يعني قيل عن النص ده انه هملت العرب. فانا لما قعدت وذاكرت النص وبتاع حسيت ان عايز اعمله، فقابلت محمد فعرضت النص عليه، قال لي يلا نشتغل بروفات امبارح لانه تحمس جدا للمسرحيه، وابتدينا نشتغل على المشروع. فجالنا ناس كتير جدا وعرضنا المسرحيه ديت ونجحت نجاح هايل في مسرح متروبول في القاهره. ولما جينا نعرضها هنا تاني في اسكندريه تاني يوم العيد، بصراحه يعني لقيت نجاح كبير جدا، لدرجة ان هي عملت اول يوم اعلى ايراد يومي في تاريخ المسرح المصري اللي هو ليه علاقة بالدولة، يعني في البيت الفني للمسرح عملت اعلى ايرادات دخلتها رواية في يوم. وتاني يوم كسرت الرقم القياسي ب 600 جنيه، واليوم اللي بعديه كسرت الرقم وصلنا ل 41500، وده يعني كان يعني ايرادات او ارقام ما كناش بنسمع عنها في المسرح. فأنا فرحت جدا، خاصة إنها رواية مهمة، الكاتب مهم جدا، ورواية ليها أهداف كبيرة جدا وأبعاد كبيرة جدا، وعاملة تماس مع المجتمع وتحقق إيرادات والناس تستوعبها. واللي أسعدني أكتر إن الجمهور بيخرج يتكلم عن المسرحية ويتكلم عن الرسالة اللي وصلت. يعني أكتر حاجة بسطتني إن في واحد إحنا بطل مسرحية اسمه حمدي، في واحد هو خارج قال لو حمدي كان بطل مخدرات أنا كنت قاعد مستني، لو هو بطل مخدرات أنا هبطل. فالحمد لله ان المورال قدر يوصل للناس، والناس ابتدت او الفئه اللي انا شايف ان المخدرات دي هدف بيهدد امن المجتمع، وكله بقى بيخلق واقع افتراضي من خلال المخدرات يعيش فيه، نظرا لان الواقع بقى مرير على الشباب او 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 او. فانا اكتر حاجه بسطاني الحمد لله، وده بفضل ربنا، ان الناس وصل لها المورال اللي انا عايز اقوله والهدف اللي انا عايز اقوله. سالنا المخرج سامح بسيوني اذا كانت المسرحيه ليها اسقاطات سياسيه، وايه الفكره اللي بتدور عنها، وليه اثار النجوم المسرحيه على عرضها في مسرح الدوله بس. لا يا المسرحيه يعني ابعد ما تكون عن السياسه، ملهاش علاقه بالسياسه خالص، لان المسرحيه ليها علاقه بان الانسان هو قادر وعنده القدره على الفعل ويقدر يغير حياته، وان الادمان ده مش اللي قصد يقوله ميخائيل رومان. ميخائيل رومان كان ليه ابعاد كتير جدا في النص، بس انا خدت النص ده وكان ليه ملمح وجودي شويه. انا خدت اللي قصده ميخائيل رومان في المنطقه بتاعه الادمان ديت، وعملت عليها ركيزه وعملت اعداد، انا اللي عامل الاعداد بتاع النص عشان اركز على فكره الادمان، ان حل الادمان كامن فيك، مفيش عوامل خارجيه هي اللي هتخليك ما تبقاش مدمن. فده كان الهدف بتاعي ان انا اوصل المورال دوت
بنجم الناس بتحبه، فالناس دخلت لمحمد لان محمد ليه جمهور عريض وليه فئه كبيره جدا بتحبه وبتعشقه، فالناس داخله له، اللي داخل له داخل يعني بحاله او بروح، وخارج بحاله تانية او بروح تانية خالص. هدف اولا انا كل تاريخي كان ليه علاقه بمسرح الدوله، انا كل الاعمال اللي انا عملتها كانت ليها علاقه بمسرح الدوله. احنا يعني لما جيت افكر اعمل المسرحيه ديت، في منتجين كتير عرضوا على محمد وعرضوا عليا ان احنا نعمل المسرحيه، يعني تبقى المسرحيه معموله قطاع خاص وبتاع ومش عارف ايه، احنا رفضنا واصرينا ان احنا نعملها في مسرح الدوله، علشان اولا الفلوس دي هتدخل خزانه الدوله، ده مش شعارات او مش كلام، او يعني احنا بنقدر نجيب فلوس من التمثيل، بنقدر نجيب فلوس من حاجات تانية، انما المسرح لما يبقى مسرحيه في مسرح الدوله بوقار مسرح الدوله، وبنقدم موضوع مهم زي دوت رائعه ميخائيل رومان، هنقدر نعملها من غير ما يكون في منتج مركز في المكسب فقط ومركز مش يعني مش احنا مركزين في ان احنا نقدم عمل فني مهم محترم يفيد المواطن المصري البسيط، لان الهدف من انشاء البيت الفني للمسرح هو تثقيف المواطن المصري البسيط دون مقابل مادي، يعني بمقابل بسيط، يعني اسعار التذاكر عندنا يعني الناس ممكن تستغرب تقول لك اعلى ايرادات في تاريخ المسرح 41500، ايوه على ان احنا التيكت عندنا 175.50، يعني مش يعني اشبه بتيكت السينما، مش تيكت مسرح قطاع خاص 700 جنيه و500 جنيه. بيلعب بطولة المسرحية النجم محمد رمضان، وطبعا كلمنا المخرج سماح بسيوني عنه وعن كل فريق العمل. انا فرحان جدا بالتعامل مع محمد رمضان في المسرح، يعني دي اول مرة اتعامل معاه، كنت عملت اعمال كتير قبل كده، يوليوس قيصر ومشعل الحرائق، وعملت اعمال مهمه يعني في مسرح الدوله الحمد لله حصلت على جوائز. لا روحه في المسرح وتعامله والتزامه بيجبر اي حد على احترامه، لانه بيحب المهنه ومخلص جدا، يعني مخلص اخلاص شديد، يعني كنت اقول البروفات اربع ساعات هو يجي من 12 الدور علشان يشتغل، هو بيحب شغله. بقيه الكرو كله يعني رباب طارق دي بنت خريجة المعهد ممثلة مش قادر أقولك يعني عاملة رد فعل عامل زي مع الجمهور، أحمد كشك، شام عطوة، نرمين كمال، أستاذة فنانة قديرة، علي عبد الرحيم فنان قدير، دنيا عبد العزيز يعني بطلة المسرحية برضو ممثلة هايلة جدا، وكلهم بصراحة الروح اللي ما بينهم روح جميلة، كلهم حابين التجربة وإخلاصهم هو اللي منجح التجربة ومخليها تستمر للسنة التانية، إن شاء الله تستمر اللي بعد كده كمان. كاميرا أرابود قابلت كمان بطلة المسرحية الفنانة دنيا عبد العزيز، واللي كلمتنا في البداية عن نجاح المسرحية وهل كانت متوقعة النجاح ده ولا لا. الحمد لله، يعني أنا متفائلة خير بالمسرحية، لأن إحنا كلنا بازلين مجهود وعاملين كل واحد عامل اللي عليه وأكتر، يعني الحمد لله. لكن جمهور اسكندرية بصراحة أنا سعيدة بيه جدا جدا، اللي حصل في الأيام اللي فاتت حاجة كانت ما تتوصفش، سعادتنا كانت فوق الخيال، لأنه رقم قياسي في شباك التذاكر الحمد لله، رقم من الأرقام اللي ما تحققتش في إيراد مسرح الدولة، ودي حاجة احنا بنفتخر بيها، ويا رب دايما على طول وكل روايات مسرح الدولة تعمل ايراد كبير، اتمنى ده، ونرجع المسرح تاني ان شاء الله. ويا ترى ايه هي الرسالة اللي عايزة المسرحية توصلها للجمهور؟ كلمتنا دنيا عبد العزيز عن الرسالة دي. المسرحية هي رواية الدخان لميخائيل رومان، طبعا هي في مسج من المسرحية، والمسرحية زي ما فيها كوميديا كتير، انت بتخرجي بمسج مهم من المسرحية، من العرض، في اسقاطات كتير على حاجات كتيرة جدا، على مشاكل الشباب، على الإدمان، على السياسة، في حاجات كتيرة جدا في الرواية، وده اللي عاجب الجمهور، انه الجمهور داخل يتبسط ويضحك كل حاجة، بيخرج بيلاقي انه خارج في معنى، يعني مش بس ضحك وهزر وكده، لا خرج ووصل له مسج معين. يعني دنيا بتجسد في المسرحية دور حسنية زوجة محمد رمضان في المسرحية، وكان لازم طبعا نعرف منها تفاصيل اكتر عن الدور وكواليس العمل. دوري انا بعمل شخصية حسنية مراته اللي مكتوب كتابهم بقالهم سنين،
وبيحبوا بعض، بس الظروف كلها مش مخليهم قادرين يكملوا الحلم ان هم يتجوزوا ويبقوا في بيت واحد. هو بتحصل له ظروف كتيرة جدا بتقهره بتكسره، بيحصل في ups and downs في علاقتهم بتمشي وبتحاول، يعني في الآخر بنشوف حسنية هيبقى رد فعلها ايه مع الراجل اللي هي حبته طول عمرها ده، هتبقى معاه ولا هتسيبه ولا هتقف جنبه. يعني مش عايزة احرق قوي يعني، الناس لسه بتتفرج. في اكتر من تجربة جمعت الفنانة دنيا عبد العزيز مع الفنان محمد رمضان في السينما والتلفزيون، بس في المسرح دي التجربة الأولى ليها مع رمضان. دنيا حابه تكلمنا عن رأيها في محمد رمضان وتجربة المسرح معاه. دي أول تجربة مع محمد في المسرح، لكن احنا اشتغلنا قبل كده دراما، عملنا مسلسلات مع بعض كان آخرها احنا الطلبة، ومسلسل حقق نجاح ساعتها جدا يعني الحمد لله. أنا بستمتع الحقيقة بالشغل مع محمد، محمد فنان موهوب بالفطرة كده يعني، وخصوصا الشغل في المسرح صعب جدا، إن كل يوم يبقى فيه شد وجذب، وإنك تقابلي جمهور، وخصوصا في مشاهد كده فيها مشاعر وعياط، فإن ده يحصل كل يوم ده محتاج حد حساس قوي قوي، وأنا باخد من محمد الإحساس ده، لأنه دايما الممثل اللي قدامك لو عالي بتعلي معاه، لو مش يعني بتاخدي منه. فأنا مبسوطة بإن أنا مع محمد، لأن أنا بيخليني طول الوقت مشاعري تعرف تتحرك وأطلع شغل كويس، غير لما يبقى حد عادي مهما أديتي أنت هتبقي يعني في حاجات في المسرح كده محتاجة حد يبقى بروفيشنال. محمد وقفته على المسرح مختلفة، وأنا بستمتع عموما بشغل معاه، هو يعني بيحب شغله لدرجة كبيرة جدا، وأنا بستمتع أشتغل مع الناس اللي مركزة في شغلها وبس. وفي نهاية حوارنا مع دنيا عرفنا رأيها في حال المسرح دلوقتي وإزاي نقدر نحبب الناس أكتر في المسرح. بيقولوا ما فيش مسرح وما فيش جمهور، اللي حاصل بره ده حاجة عكس اللي احنا بنسمعه تماما، الجمهور بس مستني رواية كويسة ونجوم بيحبهم وهيدخل المسرح، هو بس مش لاقي، مفيش حد بيعمل مسرح كتير، مفيش ناس بتجري على المسرح، لا احنا لازم نشتغل ونقف جنب المسرح، وزي ما حصل من سنة وانا ومحمد وكل الناس اللي في المسرحية الزملاء شاركوا وتعاونوا وحبوا انهم ينزلوا، وفي عز القلق وفي عز المشاكل وفي عز التوتر والمشاكل السياسية اللي في البلد، وكان عندنا احنا تمردنا بشكل فظيع، وكان في حالة من العند ان احنا هنعرض، يعني هنعرض برغم كل الظروف اللي كانت محيطة بينا، والحمد لله نجحنا ويا رب دايما. بعد شوية يكون مع لقاء حق النجم محمد رمضان اثبت انه نجم جماهيري بتروح له الجماهير في اي مكان، واثبت كمان ان نجاحه السينمائي مش صدفه ولا جمهوره جمهور اعياد زي ما بيحاول البعض يتهمه. واكيد جمهور المسرح مقياس مهم جدا علشان نعرف نجوميه الفنان، وفعلا الجمهور هينزل من بيته عشان يروح للمسرح ولا لا. وفعلا محمد رمضان نجح في انه ياكد نجوميته على المسرح بمسرحيه رئيس جمهوريه نفسه. كاميرا أرب وود انفردت بحضور المسرحيه وقابلت النجم محمد رمضان، وكلمنا في البدايه عن نجاح المسرحيه ورد فعل جمهوره اللي كان مفاجاه. كان عندي طبعا يعني كنت بتمنى طبعا هذا النجاح، ولكن ما كان يعني هو ربنا طول الوقت اقرب من توقعاتنا، يعني هو اكرم من اللي كنت بحلم بيه بصراحه. انا لقيت رد فعل جميل جدا، لان المسرح جمهوره مختلف عن جمهور السينما وعن جمهور التلفزيون تماما، يعني كتير جدا بينجحوا في السينما ولكن المسرح ليه حسابات تانية وليه مقاييس ومعايير اخرى، وانا انتمائي الاول للمسرح، يعني انا بدايتي مسرح مع الاستاذ سعيد صالح، وقبل استاذ سعيد صالح في مسرح المدرسه،
ومسارح الهواة وحاجات كتير جدا. فأنا المسرح ده شيء أساسي في حياتي طول عمري، يعني أنا عمري في حياتي ما هقف عن يعني المسرح ده الأساس، وجنبه السينما والتلفزيون، دي حاجات يعني حاجات هي اللي بتحافظ على استمرارية النجم أو الحفاظ على مكانته، ولكن المسرح ده حاجة أنا بعملها لنفسي كمان. وعرفنا من رمضان القضية اللي بتعيشها المسرحية، وليه أصر إنه يعرضها على مسرح الدولة. طبعًا أي شيء هنتكلم عنه لازم هتلاقيه فيه إسقاطات سياسية غصب عننا، السياسة داخلة في كل حاجة، ولكن إحنا القضية بتاعتنا بتتكلم عن دي رواية معروفة جدًا اسمها الدخان، كتبها ميخائيل رومان سنة 62، عملها الأستاذ محمود ياسين سنة 70، وعمل نفس الرواية الأستاذ صلاح السعداني سنة 90، واحنا بنقررها قررناها سنة 2014 بدايتنا. وهي بتتكلم عن قضية شاب خريج كلية أدب قسم فلسفة، وعنده طموحات وعنده مقبل على الحياة بشكل كبير، ولكن فترة الانفتاح لما يعني اصطدم بالواقع اكتشف ان الواقع مر والواقع صعب وان الشهادة ليس لها قيمة، فرفض هذا الواقع المرير وقرر ان هو يصنع عالم افتراضي خاص به هو من خلال المخدرات. فاحنا بنناقش هذه القضية، بنناقش قضية البطالة، بنناقش قضية الادمان، ازاي ان انت تبقى اقوى من اي شيء، ازاي ان انت تبقى يعني بنبين في الرواية ان حمدي ده وكان فاكر ان هو ان المخدرات بتضره هو بس، ولكن بنكتشف ان اخته اتطلقت بسببه، ان اخوه الصغير اللي هو في كلية الطب اتشوه لانه كان واخد حمدي ده قدوة ومثل اعلى، فشاف الرمز بتاعه بينهار. فلا انت يعني كفرد من الاسرة انت عمود من عمدان الاسرة، فلما انت بتنهار البيت كله بينهار. ومن المفاجآت الحصرية اللي كشفها النجم محمد رمضان لكاميرا أرب وود انه بيستعد لعمل مسرحية قطاع خاص مع المنتج محمد فوزي، تعالوا نشوف تفاصيل المفاجأة. حبيت ان اول رواية اعملها تبقى المسرح الدولة عشان ابقى ردت الجميل، بس ان انا بدايتي في مسرح الدولة مع الاستاذ سعيد صالح كان انتاج نفس الفرقة انتاج في المسرح الحديث، فأرد الجميل وبعد كده فكر بقى يعني أرد الجميل الأول، أرد الدين اللي عليا إن المسرح ده صاحب فضل عليا بعد ربنا، أرد له الدين وبعد كده فكر. في بالفعل رواية قطاع خاص إنتاج الأستاذ محمد فوزي وشغالين فيها دلوقتي، مش هقدر أقول تفاصيل والله، بس هي إنتاج الأستاذ محمد فوزي، بيكتبها السيناريست وليد يوسف. وليد برضو دي حاجة الناس ما تعرفش إن وليد كتب وش تاني لكريم عبد العزيز وكتب الدالي للأستاذ نور الشريف، ولكن هو أصلا كتب مسرحي، يعني أنا عملت له وأنا في المدرسة روايات كتير كانت تأليفه. بنتكلم عن قضايا كتير جدا، قضية الانتماء للبلد، قضية التصنيف، يعني فكرة إن احنا اتفرقنا لفئات، فئة مش عارف كذا وفئة كذا، بيتكلم عن فكرة الانتماء الوطني، انتمائنا لبلدنا. وزي ما كلنا عارفين ان رمضان بيستعد لبطولة مسلسل جديد بعنوان الأسطورة، لكن يا ترى ايه حكايته بالظبط مع الأسطورة؟ أسطورة تأليف هشام هلال، اخراج محمد سامي، انتاج أسري مصر، وعمل انا يعني عندي ثقة في ربنا ان شاء الله انه هيفوق ابن حلال بشكل كبير، لان المنظومة فيه اكبر، يعني على المستوى الانتاجي الموضوع متوفر لنا بشكل اكبر على مستوى ده، طبعا مدينا مساحه ان احنا نجيب كاست افضل، يعني ما عندناش لود فكره ان الميزانيه قليله فلازم يبقى ان نشتغل اللي هو نغزل برجل حمار. يعني الاسطوره هو اول عمل فني بيجمع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي، يا ترى قال ايه عنه وعن التجربه؟ هنعرف دلوقتي. ده راجل ما شاء الله، يعني راجل نجح، عمل مسلسلات ناجحة جدا، مخرج يعني بيشوف بشكل كويس جدا، عمل يعني هو شغله اللي يتكلم عنه بصراحة سامي، مخرج حبيبي، غير ان احنا اصدقاء، يعني هو مخرج انا بثق فيه جدا وبثق في دماغه بشكل كبير. وقبل ما نسيب محمد رمضان سألناه ازاي بيقدر يوفق ما بين عمله في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون في نفس الوقت، وسألناه كمان عن رأيه في حال المسرح دلوقتي، يلا نشوف قال ايه. مش مجهود، ما فيش مجهود في حاجة انت بتحبيها، وده اخلاص للمهنة، انا راجل ممثل فلازم اتعب في مهنتي كممثل،
انا يعني فيلم شد اجزاء لسه في السينما في العيد الكبير، مكمل كمان يعني، هو نزل في العيد الصغير ولكن لسه موجود وبيعمل ايراد كمان الحمد لله رب العالمين. وده مش معناه ان انا اقول مثلا كان عندي فيلم في العيد الصغير فما اعملش مسرح، او لسه طالع من مجهود فيلم صعب فما اعمل، لا دي ده شغلي. وبعدين المسرح يعني في مقولة قالها يوجين اونيل بيقول الموهبة كالحديد تصدأ، فالممثل لازم طول الوقت المكنة تبقى شغالة عشان ما تصديش. حتى الممثل اللي انت بت بت اللي احنا بنشوفه غاب فترة عن السينما او عن التمثيل، لما بيجي يرجع بيبقى وحش قوي. حتى الممثلين اللي هم غابوا فترة كده اختفوا فجأة رجع، سبحان الله تحس انه واحد غير اللي احنا اتربينا على فنه او كده. ده خير دليل يعني، الحمد لله اعلى ايراد في تاريخ البيت الفني للمسرح. يعني دي حاجة عظيمة جدا وحاجة أنا سعيد بيها يعني. 160,000 جنيه في 4 أيام كإيراد مسرح وكتذكرة رخيصة جدا، إحنا مش قطاع خاص، فدي حاجة عظيمة بحمد ربنا عليها الحمد لله. وبلقائنا بالنجم محمد رمضان تكون انتهت حلقتنا للنهاردة. استنونا قبل الوقت ده بساعة بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. شكرا يا فاروق. شكرا يا آية. وكمان متنسوش تابعونا وتشاركونا بخبرنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. هتوحشونا. سلام.